قول طب يلا نعم كلم ابوك اجري. تعمل ايه يا مغلوش؟ شفنا خلاص ربنا هدانا هتفوق لمصلحتك. ما تخافش يا معلم بشر، ابنك قد كلمته، هو باب بس وقفلته. ربنا يهديك يا ابني. بس ايه يا معلم بشر؟ شايفك نازل والعكاز في ايدك وبتقول انا سندك وبتسند عليك، ولا هو كلام الليل مدهون بزبده ولا ايه؟ يا بطل لماطه، وادي العكاز امسكها يا بشر، خليه معاك لحد ما نرجع. يلا هات ايدك يلا عشان نلحق البوسطه عشان نسحب الفلوس. بقول لك ايه، انا عايزك تنسى موضوع العكاز ده خالص عشان اعرف اخطب لك. وبعدين انا عايز اوديك الجيم، ظبط البنشات بقى، انا هخليك فتى الحاره الاول. هذا ابوك كبر، هاخد زماننا وزمن غيرنا. يعني نصرف نظر عن الجواز ده خالص؟ انا عايز اتجوزك انت واشوف عيالك قبل ما اموت. صباح الخير يا غلوش. صباح الفل يا ست البنات. صباح الفل يا حاج حسوب. خير صباحين يا اسمى، تعالي افطري معايا. تسلمي، انا رايحه افتح الصيدليه، ما تيجي تفتح لي الباب؟ انا القفل بيغلبني. ها و الكلام ده ليه انا ست البنات؟ مش عايز خلاص. لا ما مش عايز ايه، ده انا رغم اجي اكسر لك الباب بس ترضي عني. راضي عنك طول ما انت ماشي مستقيم وجدع. دور الجدعانه اللي عملته مع المعلم كبرك في عيني قوي، كمل مستقيم وهتشوف مني الحلو كله. ولا ايه ياما؟ شكلها كده هنجدد الفتحه اللي قريناها قبل كده. ربنا يتم لكم التمام على خير، بس ده بعد موافقه ومباركه المعلم. اه راجلنا. صباحك فل. صباح الجمال يا ياما. مشاريب الحاره كلها تمن عليا النهارده. ايه يا دياب، مش عاجبك مليون جنيه في البيت الكهنه اللي انتم فيه؟ انا راجل حقان واحب الحق وما اقولش الحق لا. دياب الاصفر اتخض، سقط شبكه، الله قدامه في ارنب، والارنب ليه هيبته وطلته. اللي قدامك ده مش بيبيع بيت يا معلم سماوي، اللي قدامكم ده بيبيع لحمه ودمه، ابن عمه وصاحبه وجوز اخته واخو مراته. تسوى ايه المليون جنيه قدام بيع اللحم والدم يا عالم؟ تسوى ايه؟ حق ربنا الكلمتين دول حلوين، حلوين قوي. علم فوت له بريزه كمان فوق الارنب. معلش، وانت والامين وكبر المعلمين. يعني انا هناكف المعلم عنتر ابن شداد في 100 باكو؟ ده حتى تبقى عيبه في حقه. يا جماعة بقول لكم اللي قدام. عاوز كام يا ديان؟ عاوز كام؟ أرنبين وأبقى مرضي عشان أجوزهم لبعض ويملوا عليا البيت أرانب صغيرين. كتير. مليون وربع يا ديان. بقول لك اللي قدامك ده. يا عم بقول لك أنت خلص. يا عم ده أنت لو هتبيع أعضائك كلها كده على بعضها مش هتقفش المبلغ ده، والأمين بقى. ألف مبروك يا معلم. بس صدقني أنت الكسبان، لأنك هتقطع رجل المعلم من الحارة ومن السوق، وإشارتك هتبقى خضرة، والسكة هتتفتح لك مع الست دهب. وصل يا دياب. يلا. حاضر، بالإذن أنا بقى آخد الفلوس دي عدها. آه بس لو لقيت ورقة مقطوعة ولا ورقة ناقصة اسمح لي أبقى أرجع أبدلها. ماشي.
فين سمسرتي؟ القانون 10%، أنا هاخد منك 20 رزالة. ماشي، ليك ويبقى لك. عد براحتك بقى. يلا. تعالي. إيه الشنطة اللي خارج بيها الواد الأصفر؟ اشتريت بيت. والله كويس، فرحت لك إنك بدأت تاخد بالك من مستقبلك. بيت المعلم اللي في الحارة، اللي هتردوا منه طردة الكلاب. شوف الناس في إيه وإنت في إيه. بقى إحنا عمالين نبيع كل اللي حيلتنا عشان ندبر تمن البضاعة، وإنت رايح تشتري لي بيت آثار ما منوش فايدة. ليه فايدة عندي يابا؟ أنا مش هنهد معاك كتير. عملت إيه في الفلل والأراضي؟ على عصر أكون سيلت فلوسهم كاش، أخذهم الخالي الجنتل. حق ذهبي وألماظاتي في الشنطة دي تسلمه بإيدك لخالك وتقول له نصيب أمي يجي لوحده بعيد عن فلوس أبوك. فاهم يا عنتر؟ فاهم يا عنتر؟